لعبة لخمة، ضحك، حماس، متعة، تركيز، سرعة. شارك أصدقائك وعائلتك متعة اللعب مع مجموعة تصل إلى 10 أشخاص. تعتمد اللعبة على الألوان وحركة اليدين وعلى سرعة التفكير والتركيز. توجد قوانين مختلفة لكل نوع من البطاقات. توزع البطاقات بالتساوي بشكل مقلوب، وممنوع اللاعب يشوف بطاقاته. عدد البطاقات الموزعة من 4 إلى 8 بطاقات لكل لاعب حسب مدة اللعب المرغوبة، يعني كل ما كثرت البطاقات الموزعة زادت مدة اللعب. كل لاعب يرمي بطاقة في الوسط لما يجي دوره ويجاوب عليها لوحده. أسماء الألوان جاوب عليها بلون النص، وإذا كان النص أسود جاوب عليها بلون الخلفية، ونفس الشيء لكلمة لخمة. الأشكال تجاوب عليها بأسماء الأشكال نفسها، يعني شمس، قمر، نجمة، بغض النظر عن اللون. لكن الكلمات شمس، قمر، نجمة جاوب عليها بكلمة لخمة بغض النظر عن اللون. بطاقة اليد، كل اللاعبين يحطون يديهم فوق بعضها على البطاقات المرمية بسرعة، وآخر لاعب يحط يده ياخذ البطاقات المرمية. بطاقة القط، اللاعب اللي يرميها يأشر بسرعة على لاعب ثاني ويقول له القط ويخليه يلقط البطاقات المرمية. لكن إذا ما قال كلمة القط أو تأخر أو أخطأ فيها أو ما أشار لأحد اللاعبين ياخذ هو البطاقات المرمية. الإجابة لازم تتم خلال 3 ثواني. اللاعب اللي يتأخر عنها أو يغلط ياخذ كل البطاقات المرمية في الوسط، وتبدأ دورة الرمي الجديدة من عنده بعد ما يدمج بطاقاته كفرصة ثانية له. إذا فشل في الفرصة الثانية تبدأ دورة اللعب الجديدة من اللاعب اللي بعده. الفائز هو اللي ينهي كل بطاقاته، وتستمر اللعبة بعد فوزه إلى آخر لاعبين.